3, 2, 1. هذا اسمه الحايك. الحايك يلبس بهذه الطريقة. الحايك لعب دورا كبيرا في ثورة التحرير الجزائرية. كل المجاهدات كانوا يلبسوا الحايك بهذا الشكل، يلمسك من هنا وينحط تحت ال أيوة. وهذا يسمى العجار. العجار، العجار هو تقريبا زي النقاب، كان يلبسوه خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر للحفاظ على الهوية وعلى قيمنا، القيم الإسلامية والهوية الإسلامية. فخلال ثورة التحرير كثير من العمليات قامت بها مجاهدات كبيرات مثل جميلة أبو حارد، جميلة أبو عزة، جميلة أبو باشا اللي صورها الرسام العالمي بيكاسو، بالمناسبة لوحتها تساوي قيمتها 450 مليون دولار جزائري؟ نعم. وحسيبة بن بوعلي الله يرحمها أيضا شهيدة ماتت في عشرينيات العمر، كانوا كلهم يلبسوا هذا. وأنجز مخرج إيطالي فيلم عليها اسمه لاباتايدالجي، معركة الجزائر، نال به جائزة أوسكار. فكل المجاهدات كانوا يلبسوا هذا، يلبس بهذه الطريقة، وهو جميل. عبارة عن قطعة من القماش ومعه أيضا قطعة لكن مطرزة حرصا على الأناقة. قريب من البرقع المصري؟ تقايو. ونحن اللون يختلف، ونحن نقلد الحين. جميل. نقلد.